أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: تأتي إلينا رسائل عبر جهاز الجوال بعد عصر يوم الجمعة تقول أنت في آخر ساعة فلا تنسنا من دعائك، فما حكم طلب هذا من الناس، وما حكم إرسال مثل هذه الرسائل؟ نعم، يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، صحت بذلك الأحاديث، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله إلا استجاب الله له، تسمى ساعة الإجابة، وهي من خصائص يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في تحديدها على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، أقوال كثيرة، ومن أشهرها قولان: قول الأول أنها من دخول الإمام، جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. القول الثاني وهو رأي الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس. هذا شيء ثابت فيه ساعة الإجابة، لكن أنه يوصى بهذا وتبادل بالجوالات، أخشى أنه يتطور الأمر إلى ما هو غير مرغوب فيه. طيب، وهل يقول لك ادعو الله لي؟ وراه ما يدعو الله، وراه ما يقف يدعو الله في هذه الساعة، ولا يحتاج إلى أحد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.